ومن الصلوات التي نسمع عنها صلاة الشكر، فكيف ومتى تصلى؟ المشروع عند الجمهور هو سجود الشكر. إذا حصل للإنسان نعمة ينبغي أن يشكر الله عليها، ومن مظاهر الشكر السجود لله سبحانه، وهو سجود واحد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. وروى أحمد والحاكم أنه سجد شكرا لله عندما بشره جبريل بأن الله يصلي ويسلم على من يصلي ويسلم عليه. ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وستر للعورة، وذلك عند جمهور الفقهاء، وهي تكبيرة مع النية ثم سجود ثم سلام. والمالكية قالوا ليس هناك سجود للشكر، ولكن المستحب هو صلاة ركعتين عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. هذا ولم يشترط بعض العلماء لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة. قال في فتح العلام وهو الأقرب، وقال الشوكاني ليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثوب والمكان لسجود الشكر، وليس فيه ما يدل على التكبير، وقال بعضهم يكبر، ولا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء مع العلم بأن سجود الشكر لا يكون في الصلاة أبدا. وبالله التوفيق.